مهما كانت مشكلتك وهمك وكربتك، لن تكون ككربة يونس عليه الصلاة والسلام. عندما التقموا الحوت، ظلمات ثلاث، ظلمة ليل، ظلمة بحر، ظلمة بطن حوت، لكنه كان يحسن الظن بالله عز وجل ودعا ربه دعوة المكروه، دعوة من أصيب بشدة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل قال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي كل مؤمن يدعو بهذه الدعوة الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. فانظر، لن تكون مشكلتك كمشكلة يونس عليه الصلاة والسلام.